تتواصل الاستعدادات بمدينة شرم الشيخ لاستضافة أكبر مؤتمر عالمي في عام 2022، والذي يتمثل في قمة المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل. وللمزيد ينضم إلينا من مدينة السلام الزميل أحمد الحسيني، مراسل التلفزيون المصري. أحمد، بعد التحية، أطلعنا على ما هو جديد لديك فيما يتعلق باستعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال قمة كوب 27. نعم يوسف، تحية لك. بداية، يمكن القول والإعلان أن مدينة شرم الشيخ استعدت تماما لاستقبال هذا الحدث الدولي المهم المقام في 6 نوفمبر المقبل بمشيئة الله تعالى، قمة المناخ كوب 27، والتي يحضرها عشرات من الضيوف الأجانب من 197 دولة، فضلا عن رؤساء الدول ورؤساء المنظمات الدولية التي تشارك في هذا الحدث المهم. أنا أتواجد الآن يوسف في الممشى السياحي لخليج نعمة، والذي شهد مؤخرا عمليات تطوير، بالإضافة إلى الممشى السياحي الجديد الذي أقيم أيضا وشهد أعمال تطوير مؤخرا على مسافة 6 كيلو متر ليجذب زوار قمة المناخ بمشيئة الله تعالى. قمت اليوم بجولة في الممشى السياحي وتجولت في هذا الممشى، وأيضا خضت تجربة المشي في هذا الممشى، وكم كانت هذه التجربة ممتعة، وأيضا سرت لمسافة طويلة لم أشعر بأي إرهاق. هذا الممشى السياحي المقام على أعلى مستوى، مقام في مخصص جزء للدراجات، بالإضافة إلى أنه معمول بشكل جمالي وفي مسطحات خضراء للإعلان عن مدينة شرم الشيخ كمدينة صديقة للبيئة. في هذا المكان أيضا قام رئيس الوزراء أول أمس بالتجول في هذا الممشى السياحي، سواء الممشى السياحي الجديد أو ممشى خليج نعمة الذي أتواجد فيه الآن. وكان لهذه الزيارة يوسف أهمية كبيرة للاطمئنان على سير العمل هنا في مدينة شرم الشيخ قبيل أيام من انطلاق هذه القمة المهمة في نوفمبر القادم بإذن الله. وكانت أيضا هذه الزيارة استهلها رئيس الوزراء بزيارة لمطار شرم الشيخ، وبعد ذلك قام بزيارة المنطقة الخضراء، واطمأن أيضا على سير العمل وكذلك المنطقة الزرقاء. هذه الزيارة انتهت أمس بزيارة للجولة في الأوتوبيسات الكهربائية والتي تعمل بالغاز الطبيعي، وفي هذه النقطة تم الإعلان أن مدينة شرم الشيخ سوف تستقبل ضيوف القمة وتنقلهم بالمجان من خلال هذه المنظومة الذكية للنقل الصديق للبيئة، بمعنى أن الأوتوبيسات كلها تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، وبالتالي هي منظومة صديقة للبيئة وأيضا منظومة ذكية لأن فيها أحدث وسائل التكنولوجيا. بالتالي يوسف، نحن بصدد أيام نحو 3 أسابيع تفصلنا عن هذا الحدث المهم الذي يترقبه العالم أجمع، لما تسفر عنه هذه القمة من نتائج تساعد كوكب الأرض والكرة الأرضية على التخلص من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. والكثير ينتظر من هذه القمة، قمة شرم الشيخ، الكثير من الاتفاقيات والالتزامات التي ينبغي أن تلتزم بها الدول الصناعية الكبرى، التي كانت أساسا السبب في هذه الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والدول النامية الأكثر تضررا من هذه الآثار. أيضا سوف يتم التزام الدول الصناعية بأن يتم إعطاء هذه الدول المتضررة تعويضات مادية ومساعدتها. شاهدنا التغيرات المناخية التي أثرت على عدد من الدول الإفريقية من الفيضانات وغيرها من الآثار البيئية التي كانت سببا أو أحد أسباب التغيرات المناخية. وبالتالي نحن ننتظر من قمة المناخ، والعالم جميعا ينتظر من قمة المناخ هنا في شرم الشيخ، المزيد من الالتزامات والتعويضات من الدول الصناعية الكبرى. إليك يوسف في الاستوديو. الزميل أحمد الحسيني، مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك.